نهاركم سعيد مشاهدينا ليوم الأحد 16 تشرين الأول 2016، يوم برتقالي بامتياز. ذكرى 13 تشرين هذا العام تختلف عن سابقاتها، كل الأنظار تتجه إلى ما سيقوله العماد ميشيل عون بعد أقل من ساعتين من الآن، وذلك على بعد خطوات من قصر الرئاسة. فهل خطاب اليوم يقرب المسافات ويفتح الطريق أمام عون الرئيس المقبل للجمهورية اللبنانية، أم أن لا ذكرى 13 تشرين ولا أي خطاب ولا أي مبادرة كلها لن تنفع ولن تقرب العماد عون إلى الرئاسة في ظل استمرار العقبات تحت عناوين ما يطرح من سلة وشروط مضادة؟ وحتى لو حسم الرئيس سعد الحريري أمره وسمى العماد عون، هل هذا يكفي إذا كان الرئيس نبيه بري يرفض وصول العماد عون إلى قصر بعبدة، وإذا استمر الوزير سليمان فرنجي بترشحه إلى رئاسة الجمهورية؟ اليوم بتغطية مباشرة لكل ما يجري على الأرض من تحرك للتيار الوطني الحر في ذكرى 13 تشرين على طريق القصر الجمهوري ومن مناطق مختلفة وصولا إلى القصر الجمهوري، نواكب هذا اليوم البرتقالي كما ذكرنا في بداية المقدمة. وطبعا سنتابع هذا اليوم مع مراسلينا على الأرض ومع ضيفنا عضو تكتل تغيير والإصلاح الوزير السابق فادي عبود. أهلا وسهلا فيك معالي الوزير. شكرا. رح تنضم للرفاق من بعد ما نخلص مع حضرتك بحلقتنا اليوم. حتما. هل اليوم رح تكون الطرقات مفتوحة أمامكم على كل المستويات معالي الوزير؟ يعني شوف بالواقع غنية الطرقات المفتوحة عمرها أكثر من سنتين. بالطبع الطرقات لا منا مفتوحة أمامنا، وقد يكون هالترشيح يعني بذهن البعض عم بشكل تهديد للستاتيكو، للطريقة اللي اليوم معتمدة بالحكم. وبالتالي مثل ما بنعرف في كتير من الزعماء السياسيين يمكن مرتاحين لهالترشح، وفي البعض بيعتبروا أن هذا الترشح كما ذكرت قد يهدد طريقة عملهم. وبالتالي نحن على قناعة بأنه بالنتيجة يعني مفروض أنه نوصل للمرشح يلي أكثرية ما بدي أقول المسيحيين، نعم، أكثرية الشعب اللبناني. خلينا نشوف قبل ما نكمل مع حضرتك عذرا، يعني كيف هالحراك على الأرض مع جزء من هذا الشعب اللبناني، مع زميلنا مارون نصيف اللي متواجد من الصبح يعني على بعد خطوات من قصر بعبدة. نهارك سعيد مارون، كيف أجواء الحشد حتى الساعة بمحيط القصر الجمهوري؟ نهارك سعيد ندى لك لضيفك وللمشاهدين. بالفعل ندى، المشهد والصورة هنا أمام القصر الجمهوري، أمام أو على بعد مئات الأمتار من القصر الجمهوري. الصورة تتكلم، مناصرو التيار الوطني الحر بدأوا بالتوافد للمشاركة في هذه التظاهرة التي دعا إليها التيار في ذكرى 13 تشرين منذ الساعة 8 صباحا، علما أن الدعوة كانت عند الساعة 11 هذا اليوم هنا على طريق القصر الجمهوري. يردد العونيون أنه سيكون يوم برتقالي بامتياز، عشية ما يحكى عن المبادرة أو عن إعلان ترشيح رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري للعماد ميشيل عون إلى رئاسة الجمهورية. كما سبق وذكرت المناصرون بدأوا بالتوافد باكرا، الإجراءات الأمنية مشددة جدا هنا في محيط هذا الطريق المؤدي إلى القصر الجمهوري، كل المداخل المؤدية إلى هذا الطريق حيث التظاهرة مقفلة بشكل كامل من الجيش اللبناني، هناك مداخل محددة للمشاركين. كل هذه الترتيبات والإجراءات الأمنية هي تحسبا لأي خرق أمني تزامنا مع كلمة العماد ميشيل عون التي سيلقيها من هذه الساحة. معي إلى جانبي مسؤول النشاطات في التيار الوطني الحر مارك ساسين، يعطيك العافية. أهلا بونجور. عبرنا اليوم عن البروغرام تبع هذا النهار ذكرى 13 تشرين ب 16 تشرين. اليوم 13 تشرين هو نهار أساسي للتيار الوطني الحر، وبصرف النظر عن أي حالة سياسية التيار الوطني الحر بهالنهار بيتحرك. العالم الموجودين هون جايين بأقدامهم يقولوا أنه إذا الميثاقية رح تتطبق هن بعرس الميثاقية وبيدعوا الكل ينضموا لها، وإذا الميثاقية ما حتتطبق ما تنسوا أنه نحن مناضلين. البروغرام اليوم أكيد رح يكون فيه تريبيوت لشهداء اللي سقطوا ب 13 تشرين يلي كرمال، ونحن عم نقول أنه الميثاقية هي أساسية، لأنه دون الميثاقية ودون لبنان الرسالة بيكون استشهادهم راح دعام.
رح يكون في فرقة رح تعمل تريبيوت لالسقطه ب 13 تشرين وصلة مشتركة من كل الأديان الموجودة بلبنان لنقول إنه اللي بيسقط للبنان هو منه من طائفة واحدة هو من كل الطوائف بهالنهار سقطوا ب 13 تشرين ليدافعوا عن حرية سيادة واستقلال لبنان. شكرا لك مارك ساسين مسؤول أو منسق هيئة قضاء بعبدة في التيار الوطني الحر ربيع طراف يعطيك العافية. ميرسي الله يعافيك. اليوم في كتير راهنوا على الحشد وعلى إنه التيار اليوم منه قادر يحشد لحاله وبرك الحلفاء إذا بيشاركوا معه أو ما بيشاركوا اليوم كقضاء بعبدة شو بتقولوا بهذا الإطار؟ أول شيء بموضوع الحلفاء الطيار ولا مرة تعود يعمل تحرك ويكون ناطر إذا في حدا بيكون مشارك معه أو لا بيعمل تحرك واللي بيحب يلتحق فيه بيكون أهلا وسهلا. نحن اليوم جدا مرتاحين على وضعنا لأنه هيدا جمهورنا وعنا كل كامل الثقة فيه وعارفين أنه راح يكون متواجد. بعد في ساعة لموعد الحشد أنت شايف الصورة كيف هي موكب المتن بعد ما انطلق موكب جبال له 10 دقايق انطلق موكب كسروان كمان بعد ما انطلق. نحن متوقعين أنه يكون الصورة أقوى بعد من سنة الماضي لأنه هيدي الصورة في إلها رسالتين اليوم. أول رسالة هي إيجابية بظل الوضع الإيجابي اللي عم ينحكى فيه كرمال الرئاسة تنقول نحن جايين نكرس الرئيس القوي لأنه هيدا حجمنا وهيدا حضورنا. الصورة الثانية لحتى إذا حابين يعكروا هيدا الجو أو يلعبوا معنا تنقلوا نحن ما بينلعب معنا نحن جاهزين لأي احتمالات تانية. هيدا اليوم فرصة لنجمع فرصة تيلتقى الشعب بقصر الشعب إن شاء الله يروحوا فيها للآخر. شكرا لك منسق هيئة قضاء بعبدة في التيار الوطني الحر ندى. سأحاول التحدث مع بعض المشاركين في هذا التحرك الذي يحمل عنوان يكون المساق أو لا يكون. من وين جاي حضرتك؟ أنا منسق طلاب الجامعات بالأجي إفلا منسق الطيار وجايين لنخلي الشباب يرجعوا ينزلوا على المظاهرات ونرجع المسائية ونرجع حقوق المسيحية للبنانية وإن شاء الله اليوم بدأ الكل أنه يرجعوا يكتروا نزلاتهم يشوفوا لأنه هيك بدنا نرجع لبنان هيك بدنا نرجع المسيحية. شكرا لك. من وين جاي حضرتك؟ أنا جاي من ذوق مصبح. شو جايين تقولوا اليوم؟ جايين نقول نعم للجنرال نعم للرئيس المقبل للبنان نعم للمسيحية نعم للعيش المشترك. برأيك تظاهرة مثل هيدي بتوصل الجنرال لقصر بعبدة رئيس للجمهورية؟ له دينين وعينين لازم يسمع ويقشع ويقول نعم ويقبل بالجنرال رئيس المقبل. شكرا لك. إذن ندى هذا هو المشهد أمام القصر الجمهوري وعلى بعد مئات الأمتار من مدخل القصر المنظمون ينتظرون وصول الوفود من كل المناطق اللبنانية للمشاركة في هذا اليوم يوم ذكرى 13 تشرين. ندى نعم مارون طبعا رح نرجع لك بسياق الحلقة وأكيد يمكن منشوف صورة أوسع للتجمع أمام يعني على بعد خطوات من قصر بعبدة وطبعا رح يكون بعد قليل مع زميلتنا رامي درباس كمان يلي عم بتواكب التظاهرة أو توافد جمهور التيار الوطني الحر إلى القصر الجمهوري اليوم. يعني هي عرض قوة لتفرجوا قديش أنتوا عندكم شرعية بالشارع المسيحي مع أنه يعني هذه الشرعية شفنا أنه تبقى حبر على ورق بالنسبة لآخرين من شركاء الوطن. صحيح الشرعية اللي نحن بدنا نثبتها مش نثبت شرعيتنا بالشارع المسيحي بل بالشارع اللبناني والحتى الميثاقية اللي نحن يعني ما بدنا ننظر بس للميثاقية انه هي ميثاقية الطوائف هي ميثاقية التكتلات. لسوء الحظ اليوم يعني كل حزب او اكثرية الاحزاب لانه بتعرفي في احزاب يعني وطنية بتشمل كل الطوائف ولكن لسوء الحظ يعني الاحزاب اللي على الارض كل حزب الى حد ما مرتبط بطائفة معينة ولكن ما بدنا ننسى امور اساسية بتكتل التغيير والإصلاح يلي هو العلمانية والدولة المدنية اللي هي أساس بالتفكير وفي كتير يعني إذا بدك معلقين بالجنرال لأنه بيشوفوا قد يكون المسيح الوحيد يلي مؤمن مش بس بالعلمانية وبالدولة المدنية اللي هي أساس مثله بتعرفين من انطلاقة التيار قد يكون الحزب المسيحي اللي فيه غير مسيحيين أكثر حزب بس كتبقى أقلية ومثل مثل كل الأحزاب يعني في أقلية من غير طوائف يعني أقلية التيار أكثر من أقلية باقي الأحزاب من الطوائف الأخرى يعني هي نعم أقلية ولكن عدد لا يستهان به. هلأ بتشوفي يعني الوفود اللي جاي حتى من الشمال اللي هي كل الوفود مشكلة لأنه روحية الجيش اللبناني طاغية على لأنه بتعرفي يعني ما بدنا ننسى تاريخ
العماد، وبالتالي يعني العماد مقبول قد ما عنده مؤيدين مسيحيين بلبنان، عنده مؤيدين شيعة وعنده مؤيدين من السنة كمان ومن الدروز. فبالتالي يعني اليوم قد يكون الجنرال عون أكثر شخص عنده تأييد شعبي منذ زمن طويل بلبنان، يعني مرشح للرئاسة الجمهورية. ولكن معالي الوزير اليوم عم بتقول عنده مؤيدين من كل الطوائف، ولكن اليوم حتى هذه اللحظة العماد عون يبدو وكأنه غير قادر على إقناع الشريك في الوطن السني، مع أنه عم نشوف خطاب متغير نوعا ما منذ إطلالته الأخيرة التلفزيونية، ولكن لا يزال هذا الشارع بشكل أساسي معارض وصوله قبل ما نوصل للمعارضة السياسية على مستوى قيادات أخرى. شوفي المواطني وقت اللي شعروا أنه سيطرتهم على البلد تناقصت، صار اللي صار، أوكي؟ فتنا بحرب بلبنان. اليوم إخواننا السنة مرئين بمرحلة يعني بتعرفي في تحرك سني بيقلك أنه في تركيز على 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 السنة، ولكن احنا بنعرف انه مش احنا بنعرف، العالم كله بيعرف. خلينا نشوف مثلا اذا بدك نعمل هيك استعراض اذا بدك اقتصادي، بنشوف كيف اليوم طبعا عم نحكي عن السنية السياسية كيف سيطرت على 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 البلد، وبالتالي يعني صاروا يعتبروا انه حق من حقوقهم انه هن يكون لهم الرأي الفصل بمن سيكون رئيس للجمهورية. إذا بدنا نحكي عن المعركة مثل ما هي بدون ما نلبس كفوف، نعم، ونضطر أن نحكي باللغة الطائفية المقيطة اللي أنا نعم. يعني لساني مش طلق وقت بدي أضطر أن أحكي باللغة الطائفية كمان، يعني ما بدي أحكي بس عن الإخوان السنة، اللعبة الترويكا والبرويكا والفرويكا اللي تحكمت بهيدا البلد من تاريخ انتهاء الحرب الأهلية بلبنان، شايفة انه يخيله هذا الزلمة شو جاي يعمل، هذا الزلمة جاي يخربط لنا هيدا التركيبة وقسمة قلب الجبنة. هذا الزلمة عنده ألرجي هيئته على الجبنة، بما انه عنده ألرجي على الجبنة صار عندنا ألرجي عليه. فخلينا نسمي الاشياء باسماء، معلش يعني اذا كان في زعماء بيعتبروا انه مجيء الجنرال عون على رئاسة الجمهورية يهدد، تعرف كلمات نعم كلها نعم عم نسمعها، خلينا نفكر بالعمق، خلينا نشوف القصمة بالبلد. انا رجل اقتصاد وانا قد اكون يعني الاقتصادي الوحيد بي 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 بالتكتل، مش الوحيد طبعا، في غير رجال اعمال كتير بالتكتل، انت منخرط فعلا يعني انا طالع من رحم الهيئات الاقتصاديه من الوضع الاقتصادي بالبلد. خلينا نفكر بهذا الموضوع، هذا الاستحقاق الاهم مع احترامي لكل الشعارات السياسيه، الاستحقاق الاهم اللي جينا بالسنين المقبله هو الاستحقاق الاقتصادي. اذا بتطلع اليوم بلشنا من نشعر يعني كمان طبعا الأزمة، عم تشعر بالأزمة الاقتصادية والمالية، صح، وكل الإجراءات اللي قام فيها المصرف المركزي كانت إجراءات ضرورية لنمرق بهالمرحلة، ومعلش يعني ما بدنا ننسى هالشي، هيدا شيء أساسي ولازم كل لبناني ينتبه. بقى تعي هيك بيقول بالإنجليزي بيقولوا birds eye view، يعني عم تطلع من فوق، طلع من فوق، بلش بالمطار، عرفتي كيف، انتقلي على السوق الحر بقلب المطار، فوتي بطريق الزبالات والها، حيدي شوي صوب البور وزبالة الصفقات وحيدي شوي صوب البور، وانت ماشي على الطريق مرقي صوب مصلحة تسجيل السيارات يعني الميكانيك، عرفتي كيف، مرقي هيك، فكري بالأملاك البحرية، فكري بالكسارات وأصحابها. حلوة قصة الميكانيك معالي الوزير، لأنه يمكن حدا أخذ التاني كانت بعينه تحرك الشارع. خلينا نرجع لحضرتك، بس حرام يعني تما نخلي زميلتنا ريمي درباس هيك واقفة بالشمس ونهارة طويل. ما بعرف إذا صارت معنا ريمي، نهارك سعيد ريمي.
يعطيك العافيه. كيف اجواء الحشد او توافد جمهور التيار الوطني الحر على يعني طريق قصر بعبدة؟ على بعد امتار من مدخل قصر بعبدة وعلى وقع الاناشيد الوطنيه يتوافد يستمر توافد الحشود مناصري التيار الوطني الحر الى هنا الى هذه الساحه، حيث عند الساعه 11 ينتظرون بدء الاحتفال الرسمي اذا صح التعبير وكلمه العماد ميشيل عون، الى جانب العديد من المناصرين الذين اتوا ليعبروا عن شعورهم بهذا النهار بذكرى 13 تشرين، حاملين الاعلام اعلام التيار الوطني الحر، الاعلام اللبنانيه وايضا اعلام الجيش شعار الجيش اللبناني. راح نحاول نسالهم شو جايين تعملوا اليوم، شو جايين تقولوا، شو بيعني لكم هيدا؟ نحن اليوم جايين نستعيد ونحرر بيت الشعب، بيتنا، البيت اللي بيعوا العملاء والخونه للمحتل، وفل المحتل بعدهم لهلا محتلينه، وجايين كمان نجدد الثقه بالعماد الرئيس العماد ميشيل عون، تنقول له انه نحن مكملين معك وانت من خلالك بتحقق كل احلامنا. ورساله بس للشعب اللبناني، الشعب اللبناني بطبيعته على الطريق اذا اثنين طلعوا بعض بينزل بيعوا المشكل، اذا واحد داعس على كرامتهم عم بياخذ اللقمه من تم اولادهم، ما عم بيخليهم ابسط حقوق ما عم بيعطيهم اياها، ما بيعملوا له شيء، خليه على الشعب شوي ينزل على الطريق، خلينا نبني وطن، عندنا موارد بشريه عم نهجرها لبرا، خلي حدا بين بعض تنبني هالوطن، شكرا. لك شو بتفرق هيدي السنه عن بقيه السنوات برايك؟ هيدي السنه نحن اول شيء مثل ما عرفتوا بدنا نجدد المساء، لانه نحن بدنا نعيش بالوطن كلنا سوا، ما بدنا نعيش مشقفين، وكل الناس تكون عندها حقوقها، يكون في عداله اجتماعيه. ومثل ما قال زميلي هاروت، نحن اليوم كمان عم نجدد العهد مع العماد عون، من بعد ما خلصنا معركة التحرير وحررنا البلد هلأ صار وقت التحرر وبناء الدولة ليعيشوا فيها المواطنين بكرامتهم. لك رح تابع ندى اخذ اراء المناصرين اليوم، هل برايك صار الحلم اقرب، حلم وصول العماد الجنرال ميشيل عون الى قصر بعبدة؟ طبعا اقرب واقرب كثير، يعني شايف الشعب كله متجاوب مع هيدا الشيء، وكل العالم عم تدعم الجنرال ميشيل عون. وبنختصر باربع كلمات، الله لبنان عونه وبس. شو جاي تقول اليوم بهذا؟ جايين نجدد الوعد ونقول انه بدنا الرئيس العماد، ما بدنا غيره. تتخوفوا انه هيدا الحلم ترجع تواجهه عرائيل وما يوصل للاخر؟ ما بحياتنا خفنا من شيء، نحن على طول صامدين. شكرا لك. ندى الى جانب احدى المناصرات اللي حامله سله، راح تخبرنا عن هيدي السله، هيدي سله شو؟ يعني ريمي بتعرفي مؤخرا بالايام الاخيره كثير الشركاء بالوطن حكيوا لنا عن سلات، فاليوم نحن اهل كرم وضيافه جايبين لهم سله ومش مع حبه مسك، مع عنقود حصرهم، والف صحه ان شاء الله. لك ندى، اذا تحت عنوان يكون الميثاق او لا يكون لبنان، يستمر توافد الحشود من كل المناطق اللبنانيه، يعني اذا في كاميرا الزميل سعيد بيتموني تفرجينا العدد الكبير للحشود الذي يتوافد منذ ساعات الصباح الاولى، يتجمعون في المكان المركزي حيث سيكون التجمع المركزي هناك، حاملين بطبيعه الحال اعلام التيار الوطني الحر، وسط اجراءات امنيه مشدده، القوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي يعني تشرف على المداخل المؤدية إلى هنا، وتحديدا إلى يعني على بعد أمتار من قصر بعبدة. ندى دعيني بس أشير، قطع فقدة الاتصال معك، يعني ما رح أقدر أسمع أي سؤال، بس بالإجمال هيدي الصورة من هنا من أمام قصر بعبدة وعلى مداخل قصر بعبدة. على كل حال نحن رح نرجع لك ريمي، بس منيحة هاي السلقة عن قوت حصرم، هل قد انتم يعني هيك منكيين وكيديين؟ ما بتعرف المثل الشعبي مين بياكل حمص ومين بيدرس؟ شوفي يعني قصة السلة، مع الاحترام يعني ما انا بتعرف من الشتام ولا بطلع على التلفزيون تأحكي كلام، مع الاحترام للجميع يعني سلي شو يعني سلي شو بتركوا رفض ورفض تقويض رئيس الجمهورية يعني وشروط المسبقة كأنه صار بده يعبي كرسي أي رئيس بده يجي وبس ايه، وبعدين من هلأ بده يقلنا لمين وزارة هاي وزارة هذيك ومين موظفة أولى ومين مدير كذا أولى ويمكن كمان يعني أمن الدولة بركي مننسيه إلى آخره يعني كل هالأمور مش هيك أمن الدولة بعده يعني هيك يا حرام أسير تماما يعني حتى اذا انتبهتي بالجلسه الاخيره المخصصات يعني المخصصات ما اتينا على ذكر بس انتم بتتحملوا مسؤوليه انتم كوزراء ك
كوزراء مسيحيين كلهم دون استثناء اذا ضامنين هالقد على حقوق موقف المسيحيين. موقف الوزير ابو صعب كان واضح المعالم ورفض انه يوقع على اي بادجت على اي موازنه لاي يعني امن لاي مؤسسه امنيه بدون ما ينحل موضوع امن الدوله. ولكن نرجع على فكره الشروط المسبقه. نعم. هيدي كمان بدها تطلع من التداول، بدها تطلع من التداول بالانتخاب اليوم ان شاء الله يصير باسرع او باي ممكن انتخاب او اي استحقاق او بعد ست سنين او اي استحقاق. هيدي السلات الشعب بده يوضعها على المرشحين للنيابه. يعني الشعب له حق يحط شروط مسبقه يقول له فرجيني برنامجك انت يلي بدي انتخبك للنيابه. خارج عن موضوع الشعب يكون عنده شروط على اللي بده يصوت له او ما يصوت له. وقت اللي بدنا نحكي برئاسه جمهوريه بشروط مسبقه هيدي الفكره مرفوضه رفضا قاطعا. طبعا هذا لا يعني انه نحن مر الزامي معاليك وصلت رغم كل التبريرات وكل المواقف، ويمكن لو ما طلعت بكرتي صوت ما كان الرئيس بري لطف الامور. صحيح. بس انه ما حدا بينكر انه هيدا ممر الزامي. ايه بس نحن انتبه، الشروط المسبقه موضوع، وموضوع التفاهم والحوار حول الميثاقيه وغيرها من النظره الجديده للحكم يلي بيردوها كل الاقطاب بلبنان، هذا موضوع اخر. نظره جديده للحكم بتخوف كتار. ايه ما نحن من يلي عم بيحكموا من التسعينات لليوم. سيدتي تعرف اني انا يمكن من قبل الوزاره عندي نظره خاصة بالموضوع الاقتصادي وبالفساد. من أيام جمعية الصناعيين وقبل تحركنا بالتليفونات الخليوية، تحركنا مطرح ما شفنا أنه في إذا بدك تعدي سافر على حق المستهلك وحق الشعب وفي سرقة أو فساد. وبكل الجولات اللي كنا نعملها عند الأقطاب شو التعليق الأول؟ يوقفوا هوديك أنا حاضر، يوقفوا هوديك أنا حاضر. فهذا الموضوع قد يكون الدور الأساسي اللي ممكن يلعبه عماد عون هو تعوا يا شباب بدنا نوقف، بدنا نوقف كل اللي عم بيصير، بدنا إذا بدنا نعمل ميكانيك ما يكون ميكانيك احتكاري لمين ما كان يكون هيدا الاحتكار، وبدنا نشوف شو عم بيصير بالعالم وكيف بيعملوا ميكانيك للسيارات ونتعلم من العالم كيف بيعملوا ميكانيك للسيارات. حبيت أعطي مثل هذا المثل الأخير في عشان هو أكبر، هو أكتر مثل صارخ مع الموضوع النفايات مع كتار إشي كتير. تعرف نحن اليوم شو وضع الضغط اللي علينا، الضغط المالي في 250 مليون دولار اسمهم رسوم مرفأ ما بتقبضهم المالية اللبنانية، بتقبضهم لجنة اسمها لجنة استثمار مؤقت الاستثمار إدارة واستثمار مرفق بيروت، هو اللي عم يروح على الدولة 250 مليون يلي هن ضريبة سيادية لأنه هي على نوع البضاعة صح مش على وزنها أو على حجمها. أنا هذا كلام موجه لمعالي وزير المالية. يا عم بكرة على بكرة فيك تاخد قرار، لأنه هذا قرار أنه رسم يقدر ياخده الوزير. انتبه انتبه 250 مليون دولار مش مرين على مجلس النواب. نحن بنظام ديمقراطي حق وضع تشريع الضريبة محصور محصور بمجلس النواب. عم بعمل دراسة بالمكتب عندي رح يتبين للشعب اللبناني انه الرسوم يلي منا مارقة على مجلس النواب قد تصل الى قد الضرائب. شيء مخيف. ورسوم مش دائما الدولة بتلمها، في رسوم بيلموها صناديق تعاضد ونقابات. شمولية الموازنة قصة مقدسة مفروض انها تكون، مش موضوعنا، ولكن احنا عم نمرق على المشاكل الاقتصادية يلي مبنية على فساد ومحاصصة. الشعب اللبناني عنده ايمان بانه الرئيس العتيد والجنرال عون ممكن انه يغير هالفورمول يلي صار لها متحكمة بالوضع الاقتصادي بلين سنين؟ نعم نعم وألف نعم. وهودي آلاف بس صبايا إذا ما شفت خطاب العماد عون يعني مهادن بالفترة الأخيرة، إذا سيواجه من تحكم وحكم بهذه الطريقة من التسعينات وبالطريقة اللي عم تشرحها حضرتك وتشرحها
فاذا اكيد الابواب كلها موصدة امام وصوله. ما حدا بيقبل يكون راسه بالدق ويخلي غيره يوصل. لك. نحن واقعيين والاقتصاد تحديدا اقتصاد مش عسكري، عرفت كيف؟ يعني الاقتصاد بدك تتعاملي مع هالموضوع بواقعية. نحن مش جايين نخرب البلد، لكن الاقتصاديين مصرفيين وغير مصرفيين بيصوروا صورة انه في عندك مجموعة من الناس طيار الوطن الحر والتكتل، هيدا هودي جماعة جاهلين بعالم الاقتصاد، ما بيفهموا الاقتصاد، لانه اللي بيفهم بالاقتصاد بيفهم بشوف بيفهم بالصفقات. بس الاقتصاد يلي اوكي ممكن قادرين تواجهوا، ما تحمل لبنان اعباء من ديون واحد من دين عام مش يعني مش انه قادرين او مش قادرين لحالكم او بدون غيركم تتعاونوا مع غيركم. حتما لا، بالتعاون شامل وكامل وتام والاراده. اذا بتسمعي كل الاقطاب يا خيي خلي وقفوا الباقيين، نحن مستعدين نوقف. نحن عم نجي نطرح اليوم انه في مجال يتوقف هالمسيرة اللي صلى من بعد الحرب، وكان طبعا إلا بزورة قبل الحرب بس هلأ وصلت إلى مواصيل كتير كبيرة. نعم. نحن عم نطرح انه هاي المسيرة يجب ان تتوقف، لانه بقاء لبنان، بليز اسمعيلي ست ندى، بسمع بس بقاء، انا بشوف دايما اسئلة العالم. حتما بقاء لبنان اليوم مربوط بوضعه الاقتصادي. هيدي رسالة كمان. بس هون مفارقة كتير مهمة، شي حضرتك قلته كتير مهم، بقاء لبنان مربوط ومرهون بوضعه الاقتصادي. طب ومنجي بنحكي عن جلسة تشريعية لأنه في قوانين لازم نقرها، لأنه نحن بضمن منظومة عالمية مالية ما فينا نتخطاها. طب ما كيف هولي ممكن يتكاملوا؟ فساد، سرقة، تركيبات، انت بدك تقر قوانين بإطار العولمة المالية يلي لازم تكون ضد هيدي الأمور، فساد صحيح. وتركيبات وصفقات صحيح. بذات الوقت مع يعني معطوف عليها الوضع السياسي والتركيب القائم من التسعين لليوم. يعني في شيء مش مفهوم، انه نحن بنعمل قوانين خايفين على لبنان، بس بذات الوقت يا حني عم نتقبر على صفقه الميكانيك سيدتي. يمكن لو الميكانيك راح لمطرح معين ما شفنا تحركات بالشارع. بعتقد حطيتي اصبعك بالجرح. هلا مش كافي القانون، بتعرفي انه فيكي تعملي قانون تجي المراسيم التطبيقيه بتعطل كل هيدا القانون؟ وأعطيكي عشرات الأمثلة مش وقتها هلأ. نعم. فنحن اليوم في العهد القديم والعهد الجديد، في إيرا حقبة جديدة. نعم. بلبنان. هيدي الحقبة الجديدة نحن برأينا إذا كان ممكن حدا يكون موجه تبع الحقبة الجديدة هو جنرال عون وعقلية جنرال عون يلي هي بعيدة. طب عقليته كيف بده يتعاون مع الآخرين؟ بدون أدنى شك بدنا نتعاون مع الآخرين، وكلامه رح نسمعه اليوم. نحن اليوم ما ولا مرة قلنا نحن منتلك لبنان أو يحق لنا ما لا يحق لغيرنا أو نحن قادرين نحكم لبنان وحدنا. نحن والجميع عم بيقولوا أنه نحن عم ناخد حصتنا، لأنه هداك عم بياخد حصته. هلأ جاي رأس الهرم عم بيقول أنا ما بدي حصص. عم بتقول حضرتك جاي رأس الهرم، ليش أكيد رح يكون في رأس هرم بآخر الشهر؟ اليوم أكيد. عم نسمع او عم بسمع الصبح او عم بقرا الصبح انه مصادر تيار المستقبل بدون ما تتحدد منية هاي المصادر انه ما في شيء نهائي، واليوم الوزير اشرف ريفي كمان عم بسمع الصبح عم بيقول انه ما راح يصير شيء ب 31 شهر، ما راح يكون في انتخاب لرئيس الجمهوريه. يعني نحن صلنا سنتين ونص على المنوال، نحن عايشين بالواقع منا بالحلم، نعمل واجبنا لانه واجب علينا نحن حرك هذا الموضوع ونثبت انه شرعية هالمرشح مش جاي من فئة واحدة من اللبنانيين، جاي من الاكثرية الساحقة من الشعب اللبناني يلي هن بيريدوا يعني بيريدوا حقيقة التغيير والاصلاح، مش ككليشيه ولكن كواقع. هلأ كل انسان بيطلع على التلفزيون بيطلع باي توك شو وبيخبرك بعد بكره وبكره وبيعمل حلو هو فهمان وراكب هاي التركيبه عم بيحكي عن معلومات هو بقول، خاصه اذا ما في وضوح بالموقف السعودي مع عليك ونحن بنعرف علاقاتهم يعني مع السعودية. بس تناخد يعني انت قلتي بيحكي عن معلومات. طيب نعم. هالزيارات ان كان على المملكه العربيه السعوديه نعم. او غيرها او على فرنسا او على امريكا او الاداره هون واداره هون اداره يعني كمان ما بقى يستحوا انه
يقولوا بعض السياسيين انه اليوم نحن ناطرين شو بيكون رأي فرنسا وشو بيكون رأي انجلترا وشو بيكون رأي امريكا وشو بيكون رأي الروس وشو بيكون رأي السعودية الى اخره او ايران او الكل. فما عاد حدا مستحي انه يروح حتى يعمل اتصالاته بهالموضوع بالسر. فاللي عم بيقلك عنده معلومات ما بعرف اذا عنده معلومات من كل هالبلدان نسينا مصر كمان كل واحد عم بيحط إذا بدك عرفت براس إصبعه حضرتك على شو عم توحي إنه هل رح يكون بقرار إقليمي دولي أو لا بقرار لبناني. بس بهيدا الوقت خلينا كمان نحن عم نحكي مع حضرتك يعني ساعة 10:30 عم نشوف قديش في كونفويات يعني هاي طريق نهر الموت طبعا باتجاه قصر بعبدة صور عملاقة للعماد ميشيل عون أعلام برتقالية أعلام التيار مواكب سيارة كلها تتجه إلى قصر بعبدة. حكي كتير انه الشارع المسيحي قد يعني هيك يحبط او بيخزل العماد عون بهيدا اليوم لانه سبق وشفنا بالاسبوع الماضي كيف يعني بعض الاصوات ارتفعت المزعوجة المش مقتنعة المحبطة هودي التمنيات اللي بيطلعوا على التوك شوز اللي كده عم نحكي بعتقد اليوم الصورة أفصح من الكلام جواب واضح الجواب واضح التأييد أنا وجاي لعندك شفت الوفود الجاي من الشمال نعم وطبعا الوفود الجاي من الشمال إلا معناها شو أهمية بالواقع لا في التأييد الشعبي واضح وصريح نعم وبعتقد حان الوقت ديكي بس للأسف معالي الوزير شفنا بال 2005 وقتها حكي النائب وليد جنبلاط عن تسونامي والكل تساءلوا انه شو هالتسونامي طلع مزبوط بقوته لوحده العماد عون جاب 21 نائب بزمن الحلف الرباعي تتذكر كيف تكتلوا كلهم عليه بس كله هيدا وكل هالتراكم اليوم اهم تفاهم صار بين اكبر قوتين مسيحيتين بشكله بغض النظر عن البورسنتاج بس بشكله اكترية عند المسيحيين صحيح طب ومين بعد عم بيطلع فيهم كقوه قوه لا. عدد من دون نفوذ سيدتي اعطيت المثل بمحله تسونامي وكيف كانت النتيجه للي اخذ 70% من الاصوات المسيحيه بهذيك الانتخابات اوكي نفس الشيء عم يتم التعاطي خاصة وسيما وقت التحدوا هالقوتين يلي بشكله نعم. الأكثرية المسيحية بدون ما نفوت بعدات وبرسنتاجات واضح الموضوع انه في جو بالبلد يا خي تبعوا دي المسيحية بزمتنا وماشي الحال وما جاب لهم الرئيس زمية يعني هيدي يعني شوفي للأسف الشديد اليوم بدك تنظري لكل هيدا الموضوع كمان اقليميا لبنان إذا قدر حقيقة رجع الميثاقية مش الميثاقية الطائفية مثل ما عم بيصوروها في ميثاقية وطنية قومية نحكي عنا شو بتقصده بس بليز جاوبني على سؤال المتعلق أنه المسيحيين عدد من دون نفوذ من دون قرار سيدتي هيدا الموضوع سيتغير وسيتغير حتما والأكثرية الساحقة من المسيحيين من كل الأحزاب يعني حتى الأحزاب يلي عندها موقف ضد إذا بدك العماد عون واضح هذا الموضوع عنده أنه هي مهمشة وأنه معلش الحكومة اللي تألفت بال 2005 كان فيها نصها مسيحية صح؟ نعم عاد هالمسيحية اللي نقون الفريق الآخر تحطون معهم شو كانت الوزارات مع المسيحية؟ تعال نتذكر وشو كان عندهم هن المسيحية اللي هن نقون علما انه كان في واحد مسيحي اخذ 70% من الصوت المسيحي شو عطيون حقوق وشو كانوا الوزارات والوزارات المهمة اللي كانوا حطينا بجيب واحد مسيحي يأتمر بأوامرهم بعتقد الجو المسيحي ومدعوم بقسم لا يستهان به من غير طوائف مش بس المسيحيين شايفين انه في اجحاف عم بيأثر على الميثاقية علما انه نحن ما منحب انه هاي تكون الميثاقية في اشحاف يطال كل الطوائف لانه عم تمنع الاقليات انها تعبر عن نفسها وتوصل طبعا من هون قانون الانتخاب اصبح مش انه هيدا لوكس بنحكي فيه بس يطلع على بال اصبح ماست لانه استمرار الناس تضل عندها ثقة انه هي عم تنتخب وعم توصل ورأيها مسموع بدنا قانون انتخابي يمثل الناس مش يمثل يلي بده يسيطر
نعم. على 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 فئات معينة. بعلي الوزير اليوم انتم رافعين، انا بس قبل ما نروح على هيدا انه يعني عم تحكوا عن وجود وعن مشاركة، للأسف يعني أكثر ما يعبر كمان عن الواقع للمسيحيين ما يحصل مع جهاز أمن الدولة، وكأنه يلا عم نتقاسم الجبنة من حصة مين؟ المسيحيين، وليك التنكيل أو المعاقبة مش مفهومة. يعني إذا أي شيء يخص أي قوة تانية دغري بيمشي، ولكن بما يتعلق بهذه الفئة داش سمعنا الوزير ميشيل فرعون عم بيصرخ بموضوع هيدا. بس بالإذن من حضرتك عم نشوف بيير رفول كان على البوديوم، وخلينا نشوف زميلنا مارون نصيف شو كان عم بيعلن بيير رفول. هل هي انطلاقة أو قبل الانطلاقة الاحتفال مارون؟ إذا عم تسمعني. نعم ندى، هي كلمة ترحيبية من الدكتور بيير رفول القيادي في التيار الوطني الحر قبل بدء هذا الاحتفال أو هذه الذكرى التي يحييها التيار الوطني الحر على بعد مئات الأمتار من مدخل القصر الجمهوري. كما تشاهدون في كاميرا الزميل بول بوعون، الطريق المؤدي إلى القصر الجمهوري في هذه الأثناء بات ممتلئا بمناصري التيار الوطني الحر الذين بدأوا بالتوافد كما ذكرنا في الرسالة السابقة منذ ساعات الصباح الأولى للمشاركة في ذكرى 13 تشرين الذي يحييها التيار الوطني الحر. كل الأنظار ندى ستكون اليوم متجهة نحو الكلمة التي سيلقيها العماد ميشيل عون في هذه المناسبة. البعض قال إن هذه الكلمة قد تكون الخطاب الرئاسي في هذا الجو الذي أعيد وضع ملف انتخابات رئاسة الجمهورية على نار حامية، وفي الوقت الذي يتوقع مناصرو التيار الوطني الحر أن يعلن رئيس تيار المستقبل في الأيام القليلة المقبلة تبنيه ترشيح العماد ميشيل عون إلى رئاسة الجمهورية. سأحاول الحديث مع بعض المشاركين والمشاركات. مدام من وين جاي حضرتك؟ أنا جاي من جبال. شو جاي تقول اليوم؟ جاي له للجنرال نحن معك، أنت بتعمل المنصب، أنت بتعطي قيمة للجمهورية ولعصر الجمهوري، ونحن معك كل العمر معك ورح نضل معك. من وين جاي مدام؟ جاي من قضاء الشوف. صراحة اليوم حب أقول الشعور يلي من تابني من سنة 89 هو ذاته شعور العز والكرامة والعنفوان. حب أوجه رسالة لكل اللبنانيين، مش بس فقط لمؤيدي ومناصري التيار الوطني الحر. لبنان قائم بجناحيه المسيحي والمسلم، ولا يجوز أن تهمش فئة من هذا الشعب، وإلا ما بيكون في لبنان. بدستورنا في أنه المواطنين متساويين بالحقوق، ليش حقوقنا نحن بدها تتسلب منا؟ نحن ما بنقبل كشعب لبنان عظيم على مستوى عقلية الجنرال أنه نحن نستجدي حقوقنا من غيرنا. لهالسبب الجنرال هو لا يمثل فقط المسيحيين ولا التيار الوطني الحر ولا يمثل فقط اللبنانيين على مساحة الوطن، بل الجنرال هو مشرقي كل الدول العربية. لكن مدام امبارح سمعنا تصريحات بتقول انه العماد عون يستفز الطائفة السنية، كيف بده يجي رئيس للجمهورية؟ بشو عم يستفز؟ اذا طلبنا بحقوقنا وهن ياخدين حقوقهم بنكون نحن عم نستفزهم؟ بالعكس، هن ياخدين كامل حقوقهم ونحن بدنا حقوقنا. ابدا الجنرال ولا مرة استفز اي طائفة، وبالتالي عم يعمل تفاهمات مع كل مكونات المجتمع اللبناني. من اي منطقة جاية؟ جاي من مطعم الضفاع الغربي من بلد عانا. جاي تقول اليوم شو جاي تقول؟ جاي يقول انه يوم عظيم بوجود الصبايا والشباب، ما عاد فيه لا ألم ولا عذاب، وعلى رأسهم العماد ميشيل عون. شكرا لك، وان شاء الله بتحقق الأمانة. إذن هذا هو المشهد أمام القصر الجمهوري، معي إلى جانبي الوزير السابق ماريو عون القيادي في التيار الوطني الحر. يعطيك العافية. الله يعافيك والله يقويكم. دكتور، مظاهرة مثل هيدي هل برأيكم بتفتح أبواب القصر أمام العماد عون؟ يعني أكيد، خاصة بهالوقت الصعب يلي وصل له لبنان. نحن صرنا بالحديث، صرنا على الأرض، بقى بالنتيجة أكيد أنه على الشعب اللبناني أنه يتحرك كما تحرك اليوم، مشان لحتى بالواقع يقدر يساعدنا لحتى نقدر نطلع من هالجورة يلي غرقنا فيها. يعني عبر طبعا التسميع التوصيل الكلام يلي هو بيقول انه
على اللبنانيين على نوابنا ان ينتخبوا رئيس للجمهوريه وباسرع وقت ممكن، يلي هو العماد ميشيل عون، يلي هو يجسد القوه واعاده بناء الوطن واعاده تاسيس الوطن على قواعد سليمه وقواعد قويه مثل ما نحن كلنا بنطمح له. قرينا كثير بالايام الماضيه انه رئاسه الجمهوريه تمر في عين التينه، والسيد نصر الله دعا العماد عون الى اجراء تفاهمات مع الرئيس بري ومع الوزير فرنجيه، ليش بعد ما شفنا احد مسؤولي التيار بعين التينه؟ لا خليني اقول لك شغله، انه رئاسه الجمهوريه بالنتيجه هي ملك للبنانيين، هي منا ملك لا لعين التينه ولا لغير عين التينه. نحن بالوقت الحاضر صفينا خطوات كثير كبيره باتجاه انتخاب رئيس الجمهوريه عبر تفاهم حول الجنرال ميشيل عون. نحن بانتظار بس على كل حال اعلان الرسمي والجدي للرئيس سعد الحريري حول هذا الترشيح، بنكون حقيقه المسافه انقطعت تقريبا بثلاث ارباع، ويبقى تفاصيل صغيره يلي هي حقيقه بتنحل بسرعه، انا بقول لك باكد لك، وقبل اخر الشهر ان شاء الله تنوصل لانتخابات رئيس الجمهوريه. من كم يوم الوزير فرنجي اعتبر انه اذا سمى الرئيس الحريري العماد عون الى رئاسة الجمهورية سيحصد ما حصده عام 1988 عندما سمي الجنرال عون رئيس الحكومة الانتقالية. اكيد لا، اكيد لا، هيدا على كل حال كلام بالسياسة. نحن بنقول انه الجنرال رجل صار حقيقة خبرته كتير كبيرة بالبلد وتضحياته كتير كبيرة بالبلد وقدراته كتير كبيرة، وبيعرف كل الخفايا وكل الزوايا وكل ممارسات الحكم يلي هو قادر انه يمارسها عبر التواصل مع الجميع. اوعى تخمن انه جنرال عون مسكر على حدا، جنرال عون منفتح على الجميع. شكرا لك ماريو عون، الى جانب ايضا الوزير السابق جابي ليون واحد اعضاء تكتل التغيير والاصلاح، يعطيك العافيه. يعطيك الف عافيه. انكتب كثير وقيل الكثير عن انه التيار هل بيحشد لحاله ولا هل بحاجه لانه الحلفاء ينزلوا معه على الارض. اليوم كزحلي، اليوم زلت حضرتك من زحله، كيف المشاركه الزحليه؟ يعني التيار الوطني الحر ما بده اثبات انه هو تيار النضال الحقيقي من اجل لبنان، وزحله ما بتختلف عن باقي المناطق اللبنانيه. اليوم الحماس اللي كان موجود بزحله صباحا، الموكب اللي نزل من زحله، شيء بكبر القلب. الرساله اليوم اللي بدنا نبعثها انه نحن اوفياء لتضحيات شهدائنا وعائلاتهم. اليوم بتشوف انه في جيل جديد ما كان شاهد بالثمانينات والتسعينات وما بعدها، جيل تربى على المبادئ والقيم اللي ارساها العماد عون وارساها التيار الوطني الحر. اليوم كلهم صاروا مؤمنين بانه ما بيكفي انه نحقق استقلالنا بخروج جيش اجنبي من لبنان، ولكن العمل النضال التراكمي لازم يستمر مشان نحقق شراكتنا الكامله من خلال المسائيه يلي هي سبب تكوين لبنان. نسمع كثير من مسؤولية ووزراء ونواب التيار انه العملية خلصت، الجنرال صار بالقصر ناطرين الاعلان، هل قد عندكم ثقة بتوجه الرئيس الحريري الجديد؟ اولا نحن عنا ثقة بموقفنا الثابت، لانه مثل ما بيقول العماد عون النضال هو عمل تراكمي والثبات على الموقف بيؤدي الى تحقيق هذا الموقف. نعم نحن اليوم عندنا كل الثقة انه دولة الرئيس الحريري مخلص بتوجهه وبانفتاحه مشان تعزيز هذه الشراكة الكاملة. نتمنى كل العقبات تزول، لانه ما في خلاص للبنان الا ما يكون كلنا متشاركين، وهذه الشراكة ما بتتحقق الا ما يكون المسيح الاقوى في رئاسة الجمهورية، السني الاقوى في رئاسة الحكومة، الشيعي الاكثر تمثيلا في رئاسة مجلس النواب. نقدر نحط ايدينا بايدين بعضنا قدام هالحريق يلي عم يلتهب المنطقة كلها، بنقدر نحن نحيد لبنان ونعود نبنيه على اسس خالية من الفساد، خالية من التجاذبات، خالية من الانصياع للخارج. حط ايدينا بايدين بعضنا، ورشة البناء في لبنان كبيرة. ليش بعد ما شفناكم بعين التينة دعيكم السيد نصر الله انه تعملوا تفاهم مع الرئيس بري؟ تواصل مع الرئيس بري ما ولا يوم انقطع التواصل. هلا بهالظروف انا بقدر اكد لك انه سوف يتم بعد اعلان دولة الرئيس الحريري الانفتاح وتأييد العماد عون، لابد من انه يحصل هيدا، وهذا الشيء منتظر وممكن يتم اي ساعة. الوزير
الوزير السابق جابي ليون. اذا ندى كما تشاهدون الطريق طريق نعم. المؤدي الى القصر الجمهوري بات ممتلئا بمنظمين. عم نشوف معك الصوره مارون قديش في عالم وقديش في اعلام برتقاليه عم بتغطي يعني سبب عبدة. تفضى ايضا الى المنصه الرسميه حيث نحن بقربها نعم. وحيث سيطل العماد عون في الوقت المحدد كما سبق وذكرنا ندى الإجراءات الأمنية المتخذة هنا في محيط الطريق المؤدي إلى القصر الجمهوري هي إجراءات أمنية استثنائية ومشددة جدا نظرا لأن هناك كلمة سيلقيها العماد عون في هذه المناسبة. نعم مارون نحن رح نرجع لك يعني مبين قديش صار في حشد وقديش الناس قبل الموعد مع عليك الناس يعني لبت دعوة العماد عون. بس نرجع منقول هل هيدا النهار إذا جمهور التيار الوطني الحر يعني أكد يعني أكد رجع على شرعية التيار ومن يمثله هيك ولكن كيف يصرف في السياسة ورئاسيا؟ شوفي يعني بالواقع ما في نضال شعبي بالعالم وصل بين ليلة وضحاها. موضوع الجنرال عون تعرفي يعني بدأ خلال الحرب الأهلية وخلال يعني الفترة اللي كان فيها خارج لبنان ومن بعد رجوعه إلى لبنان حكينا عن على تسونامي هوني بالواقع لن يتوقف لا الحركة الشعبية ولا هذا النضال وبالتالي يعني بالنتيجة ما حدا فيه يبعد عن الحق ما حدا فيه يبعد عن التمثيل الشعبي بديش بده يضلوا يجددوا لمجلس النواب بتعرف التجديد لمجلس النواب منه بريء يعني وهيدي النكتة الأخيرة انه نحن لأسباب أمنية مش قادرين نعمل انتخابات بلدية وشفنا انه الأسباب منها أمنية أبدا فنعم التراكم هيدي الكلمة اللي دائما بيستعملها الجنرال التراكم بالنضال هو أساسي فبالتالي نحن ترين وماشي أوكي؟ وبالنتيجة يعني في اليوم في رأي عام لبناني وفي رأي عام مسيحي والرأي العام المسيحي مثل ما تفضلتي وقلتي في أكثرية اليوم مسيحية بتعتبر أنه ربما بيرجع بيخلق توازن بالانس هيدا البالانس انفقد انفقد هيدا التوازن مثل ما قلنا لك انفقد بالوظائف انفقد بالاقتصاد انفقد بعدة يعني ما في لزوم هلأ نحكي لأنه مش موضوعنا اليوم بس فينا نحكي أسابيع إذا بدي كيف هيدا يلي هو جزء من الميثاقية اللي احنا عم نحكي فيها هيدي الميثاقية يجب أن تتحقق بالظرف الإقليمي يلي بلشنا بهيدا الحديث وبعدين انتقلنا على مع مارون يعني هيدا موضوع كمان الناس بدها تكون وعيت له ومنتبهت له يعني بالنتيجة ما في ضل استمرار بأي حكم بدون الإرادة الشعبية بعدين في عندك هيدا البلد المختلط الوحيد بمشرقنا العظيم بهيدا المشرق إذا لبنان ما قدر خلق لبنان الرسالة اللي حكي عنها البابا نعم وهيدا لبنان يلي عنده الحياة المشتركة ليس فقط العيش المشترك هيدي الفورمول المعادلة تبع الحياة المشتركة إذا فرطت بلبنان معناتها فرطت بالمنطقة كلها تصور وبنعرف نحن ليش عم تنفرط الحياة المشتركة وبنعرف ليش عم تنخلق هالميليشيات وبنعرف ليش عم تتخرب كل هالبلدان اللي موجودة بقطع نظر عن مين حكمها يعني اليوم إذا كان في بلد من هالبلدان محكوم مع شخص قريب من الجيران وقريب من الكل ممنوع على هيدي البلدان إنها تنمى انه يصير فيها التعليم مثل ما لازم يصير ممنوع انها تزرع لها 50-60 مليون شجرة زيتون طيب. ايه ما هيدي المشكلة بس النهضة اللي بتقبل الغير تبع الحياة المشتركة لن تبدأ بالمشرق الا من لبنان فرئيس حكومة سوريا هي من انتداب الفرنسي وقت قال له الفرنسي فارس الخوري كان مسيحي وقت قال له الفرنسي انا جاي احمي على المسيحيه بالمنطقه نزل على الجامع الاموي وصلى بالجامع الاموي كان مسيحي ليقول انه نحن مش بحاجه للغرب انه يحمينا نحن من اساس هالمنطقه هاي وهيدي قناعه صارت موجوده عند كل المتنورين وعند كل
كمان الاسلام يلي هن بالانسد بتفكيرهم، ومنهم طبعا الرئيس الحريري ما بدنا ننكر له هالموضوع، يعني هو الاسلام اللي فيه عداله اذا بدك بالنظره على على للاخرين. فهيدا الموضوع اهميته انه يبقى المسيح على الارض وما يعتبر حاله ويحس انه هو بذمه اي شخص تاني، مربوط هذا الموضوع. هل سيبقى هذا المسيحي اذا معالي الوزير ب 31 الشهر ما صار في انتخاب لرئيس جمهوريه وللعماد ميشيل عون وما صارت التسويه، اذا امكن القول اللبنانيه والتفاهمات؟ هل شو يعني هل سيبقى مسيحي؟ يعني الاحباط بعد احباط كل هيدول الجمهور، وما ننسى جمهور القوات اللبنانيه، وما ننسى جمهور الصامت المستقل يلي بيطالب كمان بعداله. 100% سؤالك بمحله، واحد اسباب اللي عم بيصير كله بالمنطقه هو تفريغ المنطقه كليا من وجود المسيحي لاسباب واسباب، مش وقت نحكي هلا اليوم. نعم. ولكن نعم، هل اذا ما قدرنا وصلوا باكثريه المسيحيين يلي هن بيشوفوه رئيس جمهورية مقتنعين فيه، معناتها في مشكلة. نعم قد تؤدي إلى المزيد من الأحباط، وفي مخطط يمكن هذا المطلوب منه إنه هشلون. نحن عم نقول اليوم يا مسيحيين، يعني إذا بنشوف اليوم مثلا بالصورة نحن وياك على الهواء، قديش في ناس نزلت، قدي في ناس نزلت على الأرض اليوم تتشارك، ولكن بعض الناس صارت مأمنة إنه خلص رح يصير في انتخاب للعماد عون أو ركبة التسوية. ولكن حتى الآن إذا بنحكي بالسياسة، الرئيس عبد الحريري ما حسم أمره إن ركبت أو ما ركبت، ما تردد وقتها التقى الوزير فرجي إنه يتبنى ترشيحه بعده لهلأ ما عم بيعلن. يعني اليوم في فرق كتير، اليوم مش دولة الرئيس الحريري عم بيرشح، عم بيأيد مرشح، والمرشح مش هو منقيه، لانه ما بدنا نجي نقول مثلا عم بيكون واحد من الكتل او القوى او الزعماء اللي عم بيتبنوا ترشيح العماد عم بيتبنوا مش عم بيرشحوا، لانه ولكن لم يعلن بعد هالموضوع. بدنا ننتبه للموضوع، في بعض المرشحين هو نقاهم، بس نحن عم نحكي انه اليوم لتأييده المشكور، المشكور جدا. هلا اذا كانت مناورة، في كمان نظريات تقول ممكن تكون مؤامرة، ممكن تكون مساج للحكم الجديد بالسعودية انه انا هون، ما تنسوا انه انا هون، عرفتي كيف؟ في ممكن كل هالاحتمالات تتاخذ، ولكن مثل ما قلت لك هلا من دقيقتين، نحن ترين وماشي، التراكم هو الاساس، وبالتالي اليوم ما دام التأييد المسيحي هو بنسبة الأكثرية بدون ما نفوت بلعبة الأرقام مثل ما تفضلتي وقلتي، لأنه ما بدنا يزعل حدا منا في تمثيل مسيحي بكل لبنان، ولكن واضح انه الأكثرية مع هالترشيح هذا. إذا هالموضوع ما رح يؤدي إلى وصول رئيس جمهورية، لن نتوقف وسنستمر. هلأ هل في مخططات يحردوا المسيحيين ويقولوا لهم يا عم نحن أعطونا اللي وعدتونا فيه بالطائف، وأعطونا هاللامركزية الإدارية، نحن بنصطفل بحالنا؟ هل من ضمن مخطط تفريغ المنطقة كلها من كل المتعلمين والمتنورين والمثقفين مش بس للمسيحيين؟ اليوم اذا بتطلع اليوم بسوريا، مش بس المسيحي اللي ترك سوريا، كل مسلم متنور وبيقبل الغير وحقيقه منفتح كمان اضطر انه يترك سوريا. اذا كانت الفكره تفريغ المنطقه من كل المتنورين وتمويل الميليشيات، يلي من يومين وضحها وزير الدفاع الاسرائيلي، وضحها بشكل كتير واضح انه نحن في متعه، في متعة، اسمعي هالكلمة، في متعة نشوف كل أعدائنا عم بيقتلوا بعضهم، ونحن بدنا أنه أعدائنا يقتلوا بعضهم. فبالتالي إذا هذا المخطط بده يستمر بالمنطقة، نعم في خطر على المسيحي وفي خطر على كل متنور مسلم معتدل وبيقبل الغير. نحن شاطرين عم نخليهم يكونوا كتير عم يتمتعوا الإسرائيليين، لأنه عم ننتف بعضنا. تماما بالحرف الواحد، أنا بدعي كل يعني يسمعوا تصريحه موجود إذا بدك على الفيسبوك تبعي وعلى تويتر، هن جملتين ثلاثة يعني، بس انه كتير مؤشر، يعني مؤشر مش مؤشر. طب معالي الوزير، اليوم انتو هيدا الشعار الميثاقية، في حدا دغري يعني على تويتر كان عم بيعلق على الموضوع، انه انتو عم تحكوا عن موضوع المساوي هيك، بس انتو فئويين بالنهاية، وكل تصرفاتكم ما بتعكس الا الفئوية. شوف يعني ما بعرف، هاي كلمة فئوية كلمة كبيرة.
أنا كشخص مع دولة علمانية 100%، مع لبنان يكون دائرة واحدة، ومع الانفتاح الكلي لدولة علمانية 100%، بس هيدي مراحل، هيدي بدها تبلش من المدرسة، مع احترامي للتوصيفنا بفئويين، هيدي بدها تبلش من المدارس. إذا بترجي لقلي أنا بمنع المدارس يكون فيهم لون واحد، إذا ما قدرت لأسباب جغرافية بجبر كل مدرسة ولأنه شهر تتبادل التلاميذ. أنا بدي مدرسة بالضاحي ومدرسة بالطريق جديدة تجي تاخد 30، مش من لون طائفي ومذهب، تجي تاخد 30 طالب من بكفية، من ضايع، تعرفت كيف، من ساقية المسك، تاخدون يعدوا شهر تحت، ويجوا الطلاب من هنيك يعدوا عنا بمدرسنا شهر طبعا، ومخيمات مشتركة وحياة مشتركة. طب انتوا بهيدي الميثائية اليوم شو بتقصدوا؟ أختي الميثائية بدها كل فئة. Unfortunately اليوم الأحزاب لسوء حظنا كلنا هي أحزاب طائفية. نعم. الخروج من هيدا الموضوع مش القبول انه نحنا منكون بذمة احدهم ونقلنا لا ما بدنا نكون بزمة. انتو فئويين، انتو ما الحرب الأهلية نسيتي؟ عزل الكتائب لشو أدى عزل الكتائب؟ ما الذاكرة لازم تضل موجودة. أدى عزل الكتائب للحرب الأهلية، معلاش المسيحيين كلهم بهالمنطقة مهددين بالانقراض. بقى هاي كلمة فئوية، يعني لازم يفكر هالإنسان يلي عم يتهمنا بالفئوية، إذا كانوا هودي الفئة الأكبر بكثير بكثير بكثير، هي علي أن تحتضن، مش تحتضن بمعنى أنا بعين لكم رئيس جمهورية وأنا بعين لكم مدير عام لأمن الدولة وأنا بعين لكم وأنا بعين لكم. إذا ما عينت لكم وبعيط بعطل لكم تماما، وهذا اللي بدي عين لكم إياه بده يجي لعندي، بدي يجي لعندي مرتين بالجمعة ويقول لي بونجور. بس ليش رئيس سلام لا يفرج عن هذا الأمر وكأنه يعني تؤخذ كلمة الرئيس بري أكثر من الآخرين؟ يعني بعده ترند ذاته بوجود سوريين أو غياب سوريين مع الوزير، وأنتوا عم تتفرجوا. مع محبتي واحترامي للوزير سلام، وزير سلام بطريقته، رئيس سلام، عفوا رئيس الحكومة دولة الرئيس سلام، مع احترامي لهالموضوع، هو يعني باسف، منه مشكلجي ولا بيآمن بحل الأمور بالمشاكل، وبالتالي في عنده استشارات حول منه، والاستشارات يلي كمان يعني بتعرفي في قوة سنية رشحته، فبالتالي ما عم بيكون مواقفه واضحة وصريحة بهالموضوع. ما كان موقف واضح وصريح بأهم قانون ما زال بأدراج مجلس النواب، هو قانون حرية الحصول على معلومات، يلي طلب الرئيس إسلام تأجيله، صار التأجيل أكثر من سنتين، تأجيله يعني لبضعة أسابيع لدراسة معينة. فنحن بنتمنى على الرئيس وعلى عهد رئيس إسلام أن يكون عنده مواقف تنزل بصفحات التاريخ، لأنه نحن اليوم متهمين بالفئوية، ما بتقدر تيجي تلاقي أقلية وتقولي لا أنت فئوية. اللي بيكون فئوي هو اللي بيكون اللي عنده القوة الأكبر والوجود الأكبر على الأرض، هو واجبه أنه يأخذ هودي. يعني اليوم يعني كل المسلمين بهيدا المشرق بشكله 90%، 85%، 80% من هذا المشرق بلبنان، بس هذا المشرق الوجود المسيحي فيه قبل حتى بلبنان. بلبنان كذلك الأمر. اليوم ما فيك تتهمي الـ يعني الأقلية إن أنت فئوية. الأقلية مين بيشيل منها الشعور الفئوي؟ الأكثرية، مش الأقلية هي بدها تفرض. بس فينا نعتبر نتعاطى مع المسيحيين من لبنان كأقلية، منهم الأقلية عم يتم بلبنان. لا طبعا منهم الأقلية بلبنان، نحن عم نحكي أقلية عددية أو عم نحكي نحن أقلية تاريخية؟ معلش نعم. وقت أخذنا نعم. الاستقلال كانوا المسيحيين أكثر نعم. وإذا بتطلعي بمغترباتنا نعم. يلي أنا يعني ابن مغترب، وبتعرفي كوزير سياحة بربط على كل هيدي المغتربات، إذا بتطلعي من 20 مليون لبناني اللي موجودين خارج الأراضي اللبنانية بكل أصقاع الأرض، بتلاقي 1860 وحرب العالمية الأولى يلي تم تهجير المسيحيين، مش يعني مش بأساليب تختلف كثير. عم شوف كمان معلش على مع الوزير، يعني على الطريق صار الأوتوستراد مسكر، طريق نهر الموت باتجاه بعبدا، هيدا وفد البترون، يعني عم تجي مواكب من مناطق. قبل بشوي شفنا بعض اليافطات كمان وفود جنوبية هلا من البترون، تنشوف يعني فعلا
قديش رح تكون في حشد، لوين بده يوصل الحشد، وهل اليوم منظر بفرح القلب الشارع البرتقالي بيقول كلمته على الأرض، وبالتالي هل ستأتي هذه الكلمة منسجمة مع خطاب العماد عون، أم أنه خطابه سيكون منخفض السقف والنبرة؟ شوفي سيدتي، أول شيء يعني أنا ما بسمح لنفسي هلا بعد نص ساعة ساعة نسمع أنا وياك ونكتشف، بس هيدي يعني تعرف الوشوشات أنه اليوم بده يتغير خطاب الجنرال عون، طبعا ده يكون في عنده تأييد متكامل. بعتقد يعني مرق بالشأن العام صلوا ما يكفي جنرال عون تنفهم طريقة تفكيره. هل جنرال عون، هل يعني الفكرة ما بدنا نتحاور مع حدا، هيدا اللي بدنا إياه ونحن مش قاشعين حدا منكم ونحن بنوصل رئيس الجمهورية؟ لا 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 لا، وهيدا اتهام كلاسيك صرنا حافظينه عن الغيب من يلي بدهم يخترعوا أمور حول الجنرال عون. جنرال عون مثلا مثلا كثير من الأصدقاء أنه بخليكم تحكوا باجتماعات التكتل. أنا يعني بقدر أقول عن تجربة عمرها أكثر من 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 6-7 سنين أنه أكثر إنسان ديمقراطي وأكثر إنسان بيسمع رأي الآخرين، وإذا نحن ما كنا عم نعطي رأينا يبرم علينا واحد واحد وبيسمع رأينا بالجلسة الأخيرة. بالجلسة الأخيرة طلب رأي كل واحد منا كيف شايف موضوع الرئاسة. فبالتالي جنرال عون عنده مواقف صلبة واضحة وصريحة، ولكن منه بعيد عن العالم، وهيدي النظرة انه يا مثل ما بدي يا انا مش مستعد لا مش صحيحة نهائيا. بس اليوم شو بده يقول، اليوم شو بده يقول للرئيس سعد الحريري، للرئيس تبيه بري، للوزير سليمان فرنجية، للنائب وليد جنبلاط، للمسيحيين القوى المسيحية الاخرى يلي جال وفد من نواب التيار عليهم، بس تحديدا اليوم الخطاب الى الشارع السني، ماذا سيقول لهذا الشارع وماذا سيقول للرئيس تبيه بري يلي شئنا بابينا تبين انه هو الممر الارزامي لانتخاب العماد عون رئيس الجمهورية؟ الرسالة المساج واضحة، نحن ما بدنا نحكم لبنان وحدنا، ما فينا نحكم لبنان وحدنا، وكل انسان بيفكر بانه هو لازم ينهش الحصة الاكبر تيكون هو يعني الممر. شو قاسي هالتعبير ينهش؟ نعم هيك بقى هيدي الفكرة نحن اللي عم نجرب إننا نعالجها ونقول لا، بدها تكون شراكة حقيقية. ندى أنا وياك عملنا شركة، فتحنا بوتيك، فتحنا فرن، أنا وياك. إذا أنت أنا وياك عم نسكر مؤسسة كل المؤسسات عم بتسكر بالبلد للأسف. إذا أنت حسيت علي بدي أنهش، نعم بس كتير يمكن أول مرة بتبعتي لي مساج ما تنسى نحن شراكة إلى آخره، بس إذا بدي استمر بالنهش أنا بدك تيجي تقولي لي خلص إناف إز إناف. نحن اليوم خطاب الجنرال عون راح بيكون خطاب انفتاحي للكل يفهم إنه نحن مش جايين نحل مطرح حدا، ولا جايين يعني إذا كانت القسمة على 3 على 4 على 5 تاو عملوا لنا إياها يعني وحطوا لنا نحن حصتنا، لا نحن جايين بفكرة انفتاحية، بفكرة أساسية يلي هي ضد. خلينا نجرب نفندهم معاليك، انفتاح عشو أي انفتاح على كل بوقت الآخرين. اللي بوقت اللي يعني صار واضح نحكى عن حصص عن تقسيمات وحس حاله الرئيس بيري مستبعد وعم بيطالبوا يعني القوى السياسية طبعا حتى بس بيسلة الرئيس بيري عم بيطالبوا بتفاصيل التفاصيل، يعني مشان هيك يمكن بكركة تحركت، قد ما تكون تحركت بكركة قد ما علت الصوت بالنهاية القوى السياسية لن تتنازل. هالتجربة شفناها بال2005 انتخابات النيابية ما حدا رد على البطرق صفير للأسف بتغيير القانون. خلينا ناخد أول بريك بحلقتنا ونكمل بحوارنا، في كتير بعض أمور نحكي فيها نحن وياك مع الوزير. بريك ومنتابع مشاهدينا.
منتابع حلقتنا طبعا بعد البريك، منتابع مع معالي الوزير فادي عبود، ومع طبعا صور مباشرة من أكثر من نقطة تواكب هذا اليوم باحتفال أو يعني أحياء التيار الوطني الحر لذكرى 13 تشرين. ولكن قبل ما نرجع لحديثنا بدي أرجع أنتقل مرة تانية عند زميلتي رمي درباس. رمي، كيف الجو على طريق القصر الجمهوري؟ أنت كنت عملت جولة من شوي بين الوفود اللي بدها تشارك بهيدا النهار. صحيح، يعني الصورة تتكلم ندى، الأجواء واضحة، الأعلام اللبنانية أعلام التيار الوطني الحر هي التي إذا بدك تغزو المنطقة هون على بعد أمتار من قصر بعبدة. يستمر توافد المناصرين كل المداخل المؤدية إلى هيدي الساحة، يعني يتوافد منا المناصرين كلهم جايين يأكدوا يجددوا البيعة ويقولوا للجنرال عون أنه هن جاهزين ليلبوا الندى لما هو بيطلب النداء، إلى جانب إحدى المناصرات اليوم. سمعيني مضبوط. تفضلي بس برمع الكاميرا، شو جاي تقولي اليوم للجنرال عون؟ أنا جنرال عون بقلبي وقرايب ومن بلدنا. هلا الحديث عن الرئاسة ووصول العماد عون صار أكثر من قبل، برأيك فرص وصولها صارت قريبة؟ إن شاء الله بدنا نخلص لبنانية، بدنا نخلص ونرتاح. الله يرجع عنا ويرجع عن الشعب كله. شكرا لبنانية. وأنا من الكحالة. من الكحالة، أهلا وسهلا فيك. كمان أنت جاي اليوم الأحد كمان لتشارك بهيدي التظاهرة، بهيدا العرس الوطني مثل ما سميتوه، شو جاي تقول؟ كلنا بنحب الجنرال، فإذا بيجي الجنرال رئيس بيولع لبنان وبيكمل لبنان. شكرا لك. ايضا يعني عبر كاميرا الزميل سعيد بيتموني عم نشوف المناصرين اللي عم يستمر توافدهم، مع دقائق من المفترض انه يبدا الاحتفال عفوا. شو جاي تقول؟ جاي نقول بدنا رئيس قوي، بدنا رئيس يعقد طموحاتنا، نحن منا مكسر عصا، نحن بدنا رئيس يقدر يحكم مزبوط، مش رئيس صوري. جربنا كتير رؤساء الصورية بس ما طلع منهم شيء. بدنا رئيس بالصلاحيات القليلة الموجودة يقدر يحكم مثل ما غيرنا عم يحكم اخواتنا بهالوطن. شكرا. هل هالسنة بتختلف الذكرى عن كل سنة؟ الذكرى هي نفسها، 13 تشرين هي مثل اللي اختلف هيدا السنة؟ السنة اختلف انه اذا مثل ما بيقولوا وصلت اللقمة للتم وصرنا على الطريق. شكرا لك. اذا ندى هيدي هي الاجواء من امام على بعد امتار من قصر بعبدة بانتظار كلمة الجنرال عون. طبعا سيكون هناك كلمات اخرى، ربما سيكون كلمة لأهالي شهداء الجيش، ولكن مش اكيدين بعد اذا حيكون في كلمة. بعد قليل يعني من المفترض انه يعني كل المناصرين بانتظار. شو جاي اليوم؟ ليش عم تشارك بهيدي التظاهرة؟ ليش عم شارك؟ شو جاي تقول اليوم انت بهيدي الذكرى؟ شو بدي اقول؟ في احلى من هيك ذكرى؟ يعني ذكرى 13 تشرين. بتخافوا انه الحلم يرجع يوقف بمكان ما وما يكفي على قصر بعبدة؟ اكيد لا. ما بتخافوا؟ باذن الله لا. شكرا لك. يمكن انت حامل اكبر علم اليوم للتيار الوطني الحر. اول شيء شو بدك بهيدا النهار؟ اول شيء نحن نازلين من الكحالة قضاء علي اليوم، اوكي، لحتى نقول انه الجنرال عون هو الاحق اليوم ليجي رئيس جمهوريه. في اجماع مسيح عليه يعني تقريبا 90% بعد دعم سمير جعجع والقوات اللبنانيه. نحن نازلين نثبت وجودنا وناكد انه حقنا بهذا الموضوع ننزل، وجايين نحكي ذكرى 13 تشرين، ذكرى الجيش اللي استشهد واللي قدم تضحيه لهالوطن. بتخافوا انه تتعرقل المساعي الاخيره، مساعي وصول الجنرال عون الى قصر بعبدة؟ بخوفكم هيدا الشيء في ظل المحاولات لعرقلت هيدا الموضوع؟ اكيد في كتير خوف، لان في كتير عالم عم تجرب تعرقل هذا الموضوع، ما بدهم الرجل المسيحي القوي يجي على الكرسي. شكرا. اذا بدك انيس فوري منسق القاعده، في جاي من بعلبك غير من الانيس. تفضل. قلت لي هو منسق القاع. حضرتك جاي من القاع؟ جايين من القاع. شو جايين تعملوا؟ جايين تقولوا؟ جايين كرمال شخص صار له 16 سنه بيشتغل وبيتعب كرمالنا، جايين بس لنقول له هلا نحن معك وعلى الموت نحن معه. شكرا لك. ندى، اذا هيدي هي الاجواء
من التظاهرة، تظاهرة التيار الوطني الحر اللي عم اليوم يحيى تحت عنوان أن يكون الميثاق أو لا يكون، يكون الميثاق أو لا يكون لبنان. مرة ثانية ندى انقطع على الاتصال، فأدت الاتصال. نرجع لك على كل حال، نحن بنرجع لك على كل حال ريمي بهالنهار. طبعا يمكن تنقطع الخطوط لأنه اسم الله كثير عظيمة نحن عنا الاتصالات مع الوزير. كان لافت نحن عم نتابع الرسالة مع ريمي بأحدى الكاميرات، شفنا فيه إعلام للقوات اللبنانية مع أنه هو احتفال أو ذكرى للتيار الوطني الحر، وسنة تختلف الظروف الاحتفال على وقع تفاهم بين القوات والتيار. يعني كمان بعتقد القوات عندهم موقفهم من 13 تشرين ومن الشهداء اللي وقعوا ب 13 تشرين ووجود القوات طبعا، يعني في وجود برمزيته يعني ما انه يعني نسبه الاعلام نسبيا قليله، بس بالطبع احنا بنفتخر بهذا المشاركه اللي هي مشاركه وطنيه. وكنا بنتمنى على كل الاحزاب المسيحيه والغير مسيحيه انه تكون موجوده معنا، لانه اليوم في حقيقه تحرك، برأيي أنا هذا التحرك هو تحرك لإثبات وجهة نظر عند الناس، وهذه وجهة النظر عند الناس بتشكل وجهة نظر الأكثرية في لبنان، مسيحية وغير مسيحية من كل الموجودين بلبنان. إذا اليوم كان درنا وصلنا لانتخاب رئيس جمهورية من الشعب، بأكد لك أنه راح تكون هذا التفاهم غير مهدد أو غير قابل للاهتزاز. كتار يعني بيعتبروا انه لا، هو باي استحقاق او مفترق قد يهتز. شوفي، بدنا نميز بين التفاهمات بين حزب وحزب. نحن عندنا تفاهم كمان مع حزب الله، وعندنا اليوم تفاهم مع القوات اللبنانية. هل هيدا التفاهم بين الاحزاب عم بيؤدي الى محاولة حوار منفتح بالقاعدة؟ أنا صار لي زمان عم بدعي لازم يكون في عنا حوار منفتح مثلا مع حزب الله، أول حزب نحن عملنا معه ورقة تفاهم. كمان هلأ اليوم مع القوات نحن ما بيكفي أنه يكون في بالسياسة اليوم متلاقين أبعد من هيك؟ لا، لحديت هلأ أنا ماني شاعر بهالموضوع، بس أنا دايما بدعي للقاعدة، قاعدة القواتية والقاعدة. يعني جربنا نعمل تفاهم اقتصادي، عملنا تفاهم اقتصادي إذا بتتذكري وقت كان عندنا موقف واضح وصريح ضد ردم الحوض الرابع، كان فيها التفاهم ولم يستمر، يعني لم تستمر الاجتماعات إذا بدك الشهرية لنحن يكون في عندنا تفاهم، ولأنه حول المواضيع الاقتصادية، حول المواضيع معيشة الناس بلبنان. وهذا التفاهم مش بس لازم يكون بينه وبين شو المعوقات أمام يعني الوصول إلى تفاهمات من هذا النوع؟ ما بعتقد في معوقات، في إهمال، في خلينا نسميها قلة خصية، وبكل المجتمع اللبناني في إنه الشأن الاقتصادي عم شو بالكم أنتوا هلأ، إنه نحن عنا استحقاقات أهم. هون بحب يعني أحكي وعلى الشاشة يعني ومن منبر الـLBC، الاستحقاق الأهم والوضع اللي أكثر شيء اليوم بده اهتمام هو الوضع الاقتصادي. والوضع الاقتصادي مش بحاجة بس لاهتمام، لأنه الاهتمام قد يؤدي إلى مزيد من الحصحصة. أوكي، نحن عم نقول بده ثورة، الوضع الاقتصادي بده ثورة. تتواجه على كل حال هلأ كل هالخسائر وكل هالأزمة قبل ما تحكي عن ثورة؟ لا سيدتي، في عند يعني كل الإجراءات، كيف بتعملي رخصة هاي وكيف بتدفع الضريبة تبعك، وكيف هاي كل الإجراءات بدأ إعادة كتابة بمخ منفتح، ومنع الكتبة والفريسيين وعابدين نصوص، هودي لازم نمنعهم. يعني اليوم كيف بيجي الموظف، مين بده يعمل هالشي مالك؟ مش العون؟ مين؟ مش لوحده؟ لا لوحده حتما لا، حتما لا، بس غيره عم بيطالب بحصص. بس اليوم في استحقاق، غيره عم يسبق عليه قبل ما ينتخبوا يشترط بدي حصص. سيدتي وقت توصل حصص الطالب بوزارة المالية ووزارة الطاقة لأنه في نفط على الأبواب، يعني أبواب هذا الجديدة يمكن، أو طالب بهيدي الجهاز الأمني بدك إياه من حصتك لأنه تتقسم الحصص، أو بدي أنا مثلا حط إيدي على هيدي، ما حدا مقصر مزبوط، بس كيف بده يعمل كل هالتغيير الجنرال عون إذا ما فات بالتركيبة؟ وقت الرأس الهرم
بيجي بيقول بكل وضوح بكل صراحة. بأي صلاحيات؟ أنا مش جاي حسحس، أنا ما بدي حصتي لا من البترول ولا من الكهرباء ولا من أي شيء آخر. نحن علينا أنه نبني اقتصاد جديد، الثورة الاقتصادية، الثورة بالمعناها الإيجابي طبعا، يعني مش بالهدمة. الثورة هيدي إذا ما صارت مهدد لبنان بوجوده. لبنان اليوم إذا صار في انهيار للعملة المحلية، الله لا يسمح، ومش عم بقول مش عم بشر أنه هيدا شيء حاصل يعني، بس عم نقول إذا صار، تعرف شو بتشوفي هجرة من لبنان ساعتها؟ وهيدي مش هجرة خليج رح يرجع، هيدي هجرة على كندا وهجرة على أستراليا وعلى بقاع الأرض كلها يتسوى. فبالتالي الموضوع مش موضوع يعني كمان يلي عم يدبروا حالهم ولا بعبوا جيبهم، لازم يفهموا انه هاي البقرة رح تموت، هاي البقرة اللي عم نحلبها رح تموت، فبالتالي بدنا نخلي لها صحتها منيحة للبقرة اذا بدنا نضلنا نشرب حليب. فالموضوع بكل بساطة وصلنا للخطوط الحمر، وهيدا كلام ما حدا من المسؤول عم يطلع يحكي، واذا عم يطلع يحكي مش عم يطلع يحكي وطارح حل معه. نحن عم نحكي ونحن عنا حلول، نحن عم نقول كل اجراء بلبنان بده تغيير. كيف بتاخدي دفتر السواقة، وكيف بتدفع الفاتورة، وكيف تعمل رخصة البناء، وكيف تعمل رخصة طرمبة بنزين، وكيف تعمل رخصة مصنع، وكيف تعمل رخصة مطعم، كله هيدا بده ينكتب عن جديد. وبدنا نغير الإجراءات، وبدنا نشيل العقلية العثمانية والبيروقراطية الفرنسية، وبدنا نمنع الموظف انه هو يكتب. عم تسمعيني؟ بدنا نمنعه للموظف انه يكون له رأي بكيف بتتاخد الرخصة. هيدا بدنا نعمل جهاز، يعني نحن عنا خطة كيف ممكن ان نوصل على الثورة الاقتصادية ضد الفساد. مش بس نحن عم نحاضر بالعفاف، لا، نحن عم نحاضر بالعفاف ونحن عنا خطة متكاملة كيف بدنا نوصل. هلأ الباقيين مش رح يكونوا راضيين، بدهم يحطونا عصب الدوليب. نحن بنتصور انه عند الاستحقاق، بتعرفي في شغلة يمكن اللبنانيين ما بيعرفوها، بس كل هالأمور نحكى فيها أنت والرئيس سعد الحريري، ليش رجعت تتحرك موضوع التنقيب؟ تحرك موضوع التنقيب لأنه البنك الدولي والآي أم أف إجوا قالوا لنا اليوم أنتوا ديونكم 75 مليار، حجم الاحتياط الإلزامي بالبنك المركزي مش كافي لهالموضوع هذا، للدين العام يعني، طبعا مش عم نحكي على المصارف المحلية لأنه الحجم كافي. انتبهوا بقى، نحن مش حركنا مني يعني لأنه طلع عبالنا نرجع نحرك هالموضوع، حركنا هالموضوع لأنه إجانا انذار إنه يا بتحركوا موضوع البترول يا وضعكم هش وصعب. فموضوع إنه إذا الفرقاء الآخرين تعاونوا أو ما تعاونوا، وقت اللي بده ينشرح للكل ولكل المسؤولين وعند تأليف الحكومة انه يا جماعة نحن اليوم في حقبة جديدة، حقبة بدها تتوقف عن مص دم الدولة. اذا ما توقفنا عن هذا المص، الدولة اصبحت ايامها معدودة، اعني ما اقول اصبحت ايامها معدودة. اي انفراط لهذه الحلقة الجنزير المربط كله اقتصاديا البلد، هيدا البلد بيتفرغ من سكانه وبيتحول الى مروستانات وشعينستانات، وبيتحول الى وضع مثل هو الوضع الاقليمي. فنحن مش موضوع انه التوقف عن الفساد ايه او لا، يا منتوقف عن الفساد يا على لبنان السلام بكل بساطة. ومن هون نحن عم نقول هل رئيس ان شاء الله يقدر يوصل، هيدا من ضمن المخطط الاساسي. من موجه ضد حدا، وما عم نقول نحن الفساد موجود بسياسي معين. الكل صار بيعرف انه من عهد الترويكا والبرويكا مثل ما قال لك، يعني معروف كيف عم يتقسم. هون بده يكون في جنتلمان اجريمنت بين الشباب، يا شباب انف از انف، خلص مش قادرين بقى نكمل بهذا الجو. عندنا دين عام على حجم اقتصادنا مهول، نمو شبه غير موجود تنقدر نستوعب هالدين، ديننا ميؤوس منه، لا مش ميؤوس منه، بس اذا ما غيرنا وما صار هيدا البلد اكتر تنافسي. تصوري وقت اللي كنا نستورد مواد خام من السعودية مثلا او غير السعودية من الخليج، وقت اللي كانت مفتوحة طريق البر، كان يكلف تخليص طن البلاستيك مثلا
$7 اليوم بيكلف تخليص طن البلاستيك $55 $55. بتعرف كل المواد الخام اللي بتستورد اليوم كل شيء عم بفوت للصناعة اللبنانية بيمرق خط أحمر؟ يعني من هو هالفكر الموجود بالجمارك اللي بيعتبر 20 كونتينر جايين من شركة سابك مثلا بالسعودية لشركة عالمية على لبنان لازم تروح على الخط الأحمر كل يوم كل يوم؟ كل صلنا هلأ أكتر من 5-6 شهور كل شيء بيوصل بده جمعتين تيتخلص وكله على الخط الأحمر. طبعا هيدي أكلاف وأكلاف. تصوري بالتصدير على عم نحكي استيراد بالتصدير الكونتينر من لبنان على مرسيليا بتكلف $500 شحن، من مصنعي على ظهر الباخرة بتكلف 1000. عم تسمعي؟ نعم. فهودي هيدي السياسات لأنه نحن بطل كتير عنا وقت. إذا ما حدا إجا قال بدنا نغيرون ما بيعني هالموضوع نحن بالاقتصاد فيتين بالحد بكل بساطة. ما حدا مدرك لهيدا الأمر لأنه الأولويات مدركين مش حق علي خلي بطل هوديك لأنه الأولويات بمكان آخر. نحن بعد يعني تقريبا نص ساعة وأكثر رح يطلع العماد عون، نحن بالدقائق الباقية معنا مع حضرتك معالي الوزير عم نشوف هيدا الصورة، عم نشوف كل هيدا الحشد، ويمكن كل اللبنانيين وكل المعنيين بالاستحقاق الرئاسي عم بيشوفوا اليوم. ما بعرف إذا فيها مبين مساوجين استعراض القوة على الأرض اللي عم بيقوم فيه رئيس التيار، ولكن إذا بكرة أتى مخيب واليوم في مآخذ على جنرال إنه عم بيسلف كتير الشركاء في الوطن وما حدا بالمقابل عم بيلاقيه على نص الطريق. شوفي الحكم المسبق بريجوجي بريجيليس بالإنجليزي أنا بيزعجني بلبنان مع الساسي. معلش انه الجنرال عون مش فايت على العالم السياسي اول امبارح يعني. نعم في تراكم. نعم في تراكم من خلال كان قائد للجيش بالحرب الاهليه اللي وصلنا ل 13 تشرين واللي وصلنا لليوم. في تراكم بتفكيره وبطريقه عمله وبهالناس يلي هن مقتنعين. معلش الديمقراطيه تفرض انه وقت الاكثريه بيكون عندها راي معين الباقي بده يحترموه. فهذا الموضوع سنستمر بالتراكم وسنستمر بالنضال وسنستمر بقطع النظر إذا وصلت الهمروج إلى انتخاب الرئيس اللي بريده الشعب اللبناني أو لا. وبالتالي بس أنا بدي يعني كل المشككين عاد مشككين بكل شيء عم بيعملوا الجنرال عون، مشككين بقدرته على إدارة البلد عاد. هالأكثرية المسيحية واللبنانية أنا برأيي بتشوف انه هو المنقذ. واجب على كل المشككين انه يحترموا هالرأي. وعن عند الامتحان يكرم المرء او يهان. يوم خلوا هالانسان يلي الشعب وظاهر انه اكثريته راضية برئاسته للجمهورية يحكم. وبعدين اذا كان الفشل هو نصيبنا لكل حادث حديث. اما والمشككين يعني كأنهم هن ناجحين بحكم البلد وناجحين بتوصيل البلد إلى شاطئ الأمان، بس حكموا البلد من 90 مليون. إيه بس ناسيين نحن أنه هودي اللي خربوه. معلش يعني مع احترام للجميع بس شركائكم بحكومات وبالمجلس النيابي من 2005 لليهم ولا مرة نحن قلنا بدنا نحكم البلد بلاهم، ولا مرة قلنا نحن عنا القدرة أو حتى الإرادة أو نحن طالبين أنه ما يكون عنا شركاء. نحن مع الشراكة وشئنا أو أبينا موجودين هودي على الأرض بتمثيل شعبي. الناس عم تنتخبهم، الناس عم تنتخب زعماء الميليشيات ونحن بدنا نحترم رأي الناس. بس هذا لا يعني أنه إذا إجا واحد عنده وجاي بمخطط إصلاح وتغيير نسكر له البواب. مش مفروض أنه نسكر له البواب، ومش مفروض أنه ما نحترم تمثيله الشعبي، ومش مفروض نرجع نعيد خطأ 2005. تاريخ عم بعيد نفسه بعد مرور 11 سنة عم نعمل نفس الخطأ اللي عملناه بال2005. بال2005 يعني بتتذكروا شو 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 كان التعليق؟ يعني نعطيه وزيرين زلمة اخد 70% من المنتخبين بتعطيه وزيرين يعني مطرح ما كان هو طالع نوابه وكان اخد بهالمناطق بالمتن الجنوبي. نعم اللائحة اللي طلعت مش بس طلعت بأصوات المسيحيين، انت بتعرفي هالشيء. متن جنوبي في أصوات دروز وفي أصوات مسلمين، وبالتالي أخذ تمثيل شرعي لبناني
وجينا عملناه بمعاملة أقصيناه. هالمرة هذا الإقصاء ما بيجوز لا بالمنطق ولا بالحق ولا بالديمقراطية، بيجوز الإقصاء. وبالتالي إذا كان المخطط أنه بدنا نزهق تيار الوطن الحر، بعتقد يعني التاريخ بيثبت أنه الوحيد الواضح بخياره إلى جانب العماد هون هن القوات اللبنانية، حزب الله صحيح. بالموقف ولكن ليس بالفعل. حزب الله الذي كان يتحرك عند أي إشكال يصير بين العماد هون والرئيس بري لا لم الشمل، اليوم يتفرج أكان على حليفه الرئيس بري أو على الوزير سليمان فرنجية الذي يؤكد وأكد هلأ بالساعة الأخيرة أنه هو مستمر بترشيحه. خطاب السيد حسن الأخير، شوفي يعني هذا البلد الوحيد اللي في تفسيرين، تفسير بيشوف يعني شيء ما بيشوفه التفسير الآخر كليا. في تفسير شايف أنه ما كان واضح بتأييده للجنرال وجمل الموضوع كله. أنا بنظرتي للأمور شفت الوضوح من رجل دولي وسمعت الكلام بوضوح وبصراحة، وأنا مني كتير مقتنع بهذه النظريات أنه حزب الله ما بده رئيس جمهورية وحزب الله. سيدتي بدنا نسمي الأشياء بأسمائها، على حزب الله شو بيتغير بمساره استراتيجي والوطني والمقاومة؟ مين ما كان يكون رئيس جمهورية، حيش بقى نضحك على بعضنا؟ عنده قناعات الحزب، عنده قناعات بمقاومة، عنده قناعات باللي عم يتحضر لكل هيدي المنطقة، وقناعاته فرضت عليه التدخل. في قسم من اللبنانيين بدون أدنى شك ضد هيدي القناعات، بس هيدي القناعات مش مربوطة بمين هو رئيس الجمهورية. مش إذا أجى رئيس جمهورية من 14 أدار رح يغير قناعات حزب الله أو رح يوصل إلى اصطدام مع حزب الله. حزب الله نمي وتسلح ونوجد مش بحكم 8 أدار، بس ماذا يفعل حزب الله اليوم؟ إذا قال إذا كان منتظر إنه حزب الله مثلا رئيس سعد الحريري، ورئيس سعد الحريري اللي أوصاته إنه بتقول إنه أوكي يمكن صار في قناعة بس ناطرين الحسم على مستوى إعلان تبني الترشيح أو تأييد ترشيح العماد عون، المشكلة بالنهاية تنتهي عند مشكلة بين الرئيس نبيه بري والعماد ميشيل عون، وحزب الله يتفرج. سيدتي حزب الله موقفه من السياسة الداخلية الشيعية واضح المعالم، واضح المعالم، يعني ما بيريد يوصل إلى أي احتقان أو أي مواجهة شيعية شيعية مهما كلف الأمر، لأنه علة وجوده هو أنه ما يدخل يعني بأي شيء على الصعيد الشيعي وعلى الصعيد الوطن. هلأ بتقولوا لي في شو صار بسبعة أيار؟ إذا كان سبعة أيار اللي صار، بعد تعلم منه الحزب أنه هيدا موضوع لازم يبعد عنه تيضل بحكي هلأ. هلأ 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 واضح، وأنا عارف عم تسأليني، أنا عارف عم تسأليني أنت، يعني عم بتقولي أنه من صاروا الكل مقتنعين والنائب وليد جبلات كلامه أنه الحزب حتى. يعني بيقدر يحط ضغط أو بيقدر يكون إذا بدك أداة تفاهم، تنتهي بالآخر إلى مشكلة بين العماد عون والرئيس مش بري. مش صحيح، لم يتوقف الحوار مع الرئيس بري، والرئيس بري عنده كتير أصدقاء إذا بدك الكامب تبعنا يعني بالطيار وبالتكتل، والرئيس بري له دور أساسي وهو صمام أمان وأستاذ تدوير الزوايا. فبالتالي ما بدنا نصور صورة أنه نحن وصلنا مع الرئيس بري إلى الحائط المسدود، مش صحيح مش صحيح. وإذا بتنتبه يعني كتير من وزرائنا، وزير مصعب وغير وزير مصعب، والحوار مفتوح مع الرئيس بري ولم يتوقف أبدا. في اختلافات بوجهات النظر، بس استراتيجيا ما فيش بعد بين موقفنا وموقف الرئيس بري. فإذا كان الموضوع هو موضوع داخلي لابد أنه ينحل، بس بالطبع في كتير حابين يكبوا زيت على هالنار. بس هي هاي الموضوع داخلي، يعني آخر سؤالين لألك معاليك، طالما السعودية لا يزال موقفها ضبابي أو لا، هلأ موقفها ضبابي، قبل كان في فيتو، هلأ ما حدا يعني كتار عم بيحجوا على السعودية تياخدوا جواب، يا ضو أحمر يا ضو أخضر، بعدنا واقفين على الأورانج أو على الضو الأصفر. ما دام واقفين على الأورانج احنا مبسوطين. بس هل إذا واقفين على الأورانج يعني مش عاطين لا رفض ولا جواب إيجابي بيخلي الرئيس سعد الحريري ياخد الموقف ويحسم الأمر علنا؟
أنا هل بيقدر يعمل هالشيء ومعه النائب وليد جنبلاط؟ أنا مصدق بالواقع إنه هيدا موقف المملكة العربية السعودية صحيح، يعني لا لا أخضر ولا أحمر، نحن لن نتدخل في انتخاب الرئيس. أنا مصدق أوكي، قد أكون على خطأ يمكن ما بعرف، بس أنا بهالموضوع بعتد هيدا الحكم الجديد في على صحنه ما يكفيه، في على صحنه ما يكفيه في اليمن وغير اليمن وفي البحرين وفي المشكلة الاقتصادية يلي السعودية عم تعيرة اهتمام أكثر ما نحن عم نعيرة اهتمام. وإذا بتنتبه يعني استفيدوا يا لبنانيين، غيرنا بلتهي بغير شيء لبنوا الاستحقاق. سؤال أخير معاليك بعشر ثواني اليوم بهالخطاب اللي بده يطلع فيه العماد عون، إذا ما بعده لم يترجم بانتخابه رئيس ب 31 ماذا بعد 31؟ مستمرين بالنضال ومستمرين بموقفنا ولن نحيد عنه. شكرا لك معالي الوزير فادي عبودة حضورك معنا اليوم. طبعا مشاهدينا أنا انتهت حلقتي معكم لليوم، طبعا اللي واكبنا فيها يعني تحرك التيار الوطني الحر على الأرض بمحيط قصر بعبدة والوفود التي تصل من أكثر من منطقة لإحياء ذكرى 13 تشرين، وراح نتابع كلمة العماد عون يعني بختام هذا التحرك أو هذه الذكرى. انتهت حلقتنا لليوم، أنا بشكر متابعتكم وقائع هذا اليوم، تتابعونه بعد الفاصل من استوديو الأخبار مع زميل ماريو عبود. إلى اللقاء.